أهلا وسهلا متتبعينا الكرام، متتبعي جريدة عبير، تحية صباحية عطرة للجميع. متتبعينا الكرام، صباحكم سعيد وطاب يومكم أينما كنتم داخل الوطن وخارجه. ارتقينا هذا الصباح نجي ونشوفوا هاد العائلات اللي كانوا مرميين مدة هذه في الشارع. البارح منتصف الليل جاو حيدوا لهم هذوك الميكات والأكواخ اللي دايرينها اللي كانوا حامينهم من البرد. جينا هذا الصباح بالفعل كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الصورة أمامكم، هما الساكن هنا ناعسين بلا غطاء بلا حتى شي حاجة. وكما كتعرفوا هاد موجة البرد اللي كتعرفها هاد الأيام، حنا في ديورنا ومغطين وجانا البرد. كما كتشاهدوا هما الناس ناعسين كيعانوا بدون حلول بدون حتى شي حاجة بدون سابق إنذار. نساء غنحاولوا نقربوا أكثر مشاهدينا، خليونا نقربوا أكثر الصورة. شوفوا الناس في البرد ناعسين بهذا الشكل هذا بهذه الطريقة. السيدة هي مسكينة بالكا ربما ما شافتش النعاس، يعني عائلات كثيرة كثيرة كما كتشاهدوا معنا في الصورة مشاهدينا الكرام. مع سنة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، الناس مرميين هنا هذا الصباح كما كنعرفوا كاين البرد كثير. خليكم معنا غادي نحاولوا نقربوا لهم. هذا أذان الفجر خليكم معنا مشاهدينا الكرام. كما كتشاهدوا هما الناس مازال من الساعة الأولى ومن ساعة الفجر هما هنا تحت البرد، يعني حتى شي واحد ما راعى عليهم، ما كاينش البديل. حنا في ديورنا وجانا البرد، مغطين وجانا البرد، كيفاش هاد الناس غادي يجيهم النعاس؟ هي السيدة مسكينة الليل كاملة وهي باركة في هاد البلاصة، ما كاينش حلول، ما كاينش بديل. كما كتشاهدوا معنا في الصورة هما النساء بشكل لا حول ولا قوة لهم بالله. الصورة أمامكم تتكلم مشاهدينا الكرام. هنا كيستعدوا مساكن أنهم يقوموا باش يتوضاو ويصليو صلاة الصبح ويتضلعوا الله عز وجل أنهم يفتح لهم الفرج من عنده، والله عز وجل هو اللي غادي يكون بهم واللي غادي يفتح عليهم. يعني الأمر راه صعيب صعيب بزاف، كيفاش إنسان ينعس منه للسماء وحنا في ديورنا ومغطين وكيجينا البرد؟ ها اللي مريض بالزكام، ها اللي مريض بالبرد، كنجيو كنلقاو عائلات بهذا الشكل هذا، لا حنين لا رحيم. مع سنة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام هنا بمنطقة عين السبع الدار البيضاء. صباحكم الشريفة بخير. قمنا بالزيارة ديالكم مرة ثانية ديك النهار، جينا في الصباح وعاود سمعنا الخبر، جينا نشوفوكم كيف بقيتوا مع هذه الكارثة. انت الحاله راه كتبين على وجهنا، هاد الناس هاد الملاك راه شردنا، ولكن المخزن البارح عرانا، جانا حنا ناعسين ما عرفناش باش ضربنا، كنغوتوه وكيريبو فوق منا. واش حنا فين غنمشيو؟ واش حنا ماشي مغاربه ماشي مواطنين؟ واش افريقي عنده الحق عليا انا؟ لا ريحوا معكم، قال لكم بديل والو والو. اليوم 21 اليوم 21 ما كاينش
حتى جينا للسلطه صيفطنا ما خلينا فين صيفطنا، صيفطوا لنا من راه توصلوا بالرسائل ديالنا ولكن راه ما جاوناش، ما عطاوناش وقت، ما عرفوناش فين حاطين، كان احنا ماشي مغاربه. احنا هذيك شويه القلع وهذيك شويه هذيك الميكه حيدوها لنا البارح، داو لنا حتى البوطات ديالنا داوهم فاش كنعمرو كاس ساعتين سخروا بها عتروشنا. مني افريقي عنده الحق عليا انا في المحطه داير ماشي عشاش داير ديور داير طبقه فوق طبقه وما حيدوهش ليه، وانا مغربيه عراوني مني البحر مني الشارع فين غنمشي؟ هاد الملك شردنا عين السبع قريب ليكم البحر حرب بيننا وبينو خطوه قاصح راه مازال كنموتو كايس السيده السيده هيا المراه هادوك الناس راه مراد انا مريضه مرض السرطان انا مريضه مرض السرطان وبت كنت كمل دري ضربوه طيحوا عليه حديده مشى البارح السبيطار هزينا في لابيلانس هادي جات هادي جات في الراس هو جاتو حنا مكاين نغوتو هذا راه ماشي حق هذا وعيديونا لما كناش مغاربه لما كناش مغاربه هزونا لحونا في شي جيحه كنا حيدو اليوم انا بنت بنتي دابا سالات لا لاكارت اش من عنوان غندير لها اش من عنوان غندير دابا كنشوفو دابا حاليا لاكارت كنشوفو هاد الكارثه هاد الكارثه كنطلبو من المسؤولين والسي الحموشي وجلاله الملك ووزير السكنه الناس المسؤولين يديروا لنا حل يا يواجهونا مع هاد السيد يا يديروا لنا في الاستفاده حنا ما طالبين والو طالبين عفوا نتخشاو جاتكمش مرشح لا والو كان ما عمرنا ترشحنا ما جا عندنا حتى واحد انما الناس راه كياخذوا الضو من السبيطار راه ما كاش غيعطيوه لهم نعم اولدي سكننا هنا انا في عمري 8 سنين عام 1968 اليوم انا راه في عمري 63 سنه 57 عام وانا هنا انا عاد ولادي تزادوا ربعه الولاد جوج البنات وجوج الولاد وهذا الملاك راه شرا العامر شرا في 2005 لقانا ساكنين 20 سكنه و 134 ديال البشر وجانا الافراغ بلا ما نحسوا باش من نهار غيكون عندنا عيط دقوا دق دق هز لوح الناس كاين اللي سدوا لي على حوايجو كاين الناس اللي ما عندهمش افراغ وسدوا ليهم ما عرفوش واش تبلاو واش هاد الافراغ عاكن بيه فيه ما يعلموكش ما يعطوكش مهله فين تدبر على راسك احنا كل عندنا البديل راه ما نباتوش هنا ما عندناش البديل راه كاين اللي عنده السته ديال الاولاد وتا واحد ما خدام السلام عليكم وشكرا لك اول واش غنقول لك اوليدي انت تتشوف حالتنا جاو على غفله وريبوا بنادم فوق كتوفهم والدريريين صغار والناس ناعسين هذه مريضه المراه راه لاحوها مسكينه ومريضه وما تتشوفش واش هذا الشيء بغاه الله ما بغاش الله علمتونا واخا عجيتو بركتو تا هذا ولدي ضربوه طيحوا عليه هذوك الحجرات والحديده وهزوه لمحمد الخامس واش هذا الشيء شنو هو وليدي حنا تنطلبوا من جلالة الملك ملكنا وعزيز علينا وبانا وخونا وفيه كل شيء وتنبغيوه تنموتوا عليه هو وبلادنا يدير لنا حل هو والخنوشي يوقف معنا ملكنا تنطلبوه وتنرغبوه رحنا ولاده وهو بانا ما عندنا ما عندنا فين نمشيو هو حامي وطن وحامينا وحنا معاه حنا مالكنا تنبغيو وتنموتوا عليه بلادنا وطننا ومالكنا تنطلبوا منه يبين لنا الضو لهادو اللي ظلمونا وشردونا وشردوا ولادنا في الزنقه شحال من يوم انتم 20 يوم تبقى في الشارع اه وتا الميكا مرضاوش يخلوها لينا مغطيه بينا دابا انت واش هذا وليدي تيبغيه الله ما تيبغيش الله هكا
راه المونود المدريين خلاهم جارتي تتقول له حشومه وليتي صغير، هو تيشرق له فوق هذا فوق الميكا وتيجر فوق هذا الخشبه ومريضه هذا فيها كونسير. تعري الكراسي وتشوفوا حنا تنطلبوا من مالكنا يشوف فينا ويبين لنا الضو باللي ظلمنا واللي تعدى علينا واللي دار لنا هذه الحاله، يوقف معنا مالكنا. ما تشي كل ورا كنأدو واجب الكراء ديالنا وخلصنا الكراء ديالنا وجاب لنا الوراق خور هذا حتى ما عندها دابا انا غنشوف. وراجلي راه في ميريزكو جاو وداروا لي ديك الحاله، راه في ميريزكو وليدي عنده مرض مزمن بالقلب راه في كوما، ما حرمش عليهم من عند الله، لا تغب مالو ما يتخش علينا حنا. جي بغيتي محالاتك عطينا الواجب ديالنا وغنخرجوا لك، ما رباني لك حتى من حاجه، عطينا ونخرجوا. انت باغي تشتف على عباد الله؟ راه الله سبحانه وتعالى ما قالشك حيك عطاك داك الرزق، ما تشتفش علينا حنايا. شريتي العامر ماشي شريتي الخاوي، راك اللي 60 عام 70 عام 80 عام 50 عام وهو هنايا، وعلاش يتلاح؟ جيتي في نهار سديتو، واش الافراغ تيكون هكا وليدي؟ ما تيكونش هكا، تيتعلم بشحال وعاده الواحد. حنا خلصنا وجيتي لينا ديك الساعه، ما حرمش عليك، ما حرمش عليك هذا البرد اللي بايتين فيه وضالين فيه، ما حرمش عليك من عند الله. هذيك المراه راه مريضه، راه مضيقه، راه اللي تتصلي، وهذيك المراه راه هي مريضه. حقا حنا امن الوطني حاضينا، ولكن لا حنا بغينا عشنا فين تخشاو حنا ولادنا، حنا بغينا عشنا اللي يلمنا ونسدوا علينا بابنا. ما هربنا لك حتى من حاجه، جي واجه الرجاله واجههم، حنا ما بغيناش لك شي حاجه اللي غتضرك، ما تضرناش وما نضروكش. عطينا اللي مخرج اللي في حقنا حنا، وهذا الكلام حنا تنوصلوه للراس الكبيره يشوف فينا. راه حنا تمحنا، راه ما ظلمونا بزاف، راه حكوا علينا بزاف وعلى ولادنا وعلى رجالاتنا. راه حنا تنطلبوا من مالكنا يشوف فينا ويدير لينا حل مع هادو اللي ظلمونا. تيقول لك سيري راه مالكم اللي خرج، راه مالكم اللي خرجكم. على مالكنا غيرضى شعبه يخرج؟ حاشا واش يرضى، حاشا مالكنا واش يشتت شعبه. هو تيجمع بانا تيجمع، مالكنا تيجمع ما تيشتتش، تيبقى فيه الدرويش، تيبقى فيه المسكين. حاشا من عند الله وليدي، حاشا من عند الله واش مالكنا يضيع شعبه. مالكنا تيعطي ما تيضيعش، ومن هاد البلاصه تنقولوا ليه الله ينصر سيدنا والله يطول عمره والله يخليه لينا فوق روسنا كالتاج، الله ينصره والله يشافيه والله يعمر ربي يعمي عينين العديان عليه، الله يعمر ربي يعمي عينين العديان عليه. لا داركم قرايب، ما تشفوش علينا حنا، ما تشفوش على الدرويش، راه ما عندنا، كون عندنا البديل ما نبركوش ليه هنايا. واش حنا كرهنا حتى حنا سكنه وفيلا ودار ها؟ ما نسكنوش ياك وليدي. ودابا تنطلبوا من مالكنا الله ينصرو يدير لينا حل لهاد السكان ديال عين السبع طريق زناته. انا حتى نطلبوه وترغبوه مالكنا الله يخليه لينا والله يعمر سيدي ربي يطول عمره والله يبعد عليه ولاد الحرام، لا هو ولا تريكته. ياك اختي هو ولد الروسي ديال عام ديال 2023 مخلص عام على يد المحكمة، والروسي ديال المحكمة هاو كل عام. هو ديال 21
هيا من 2010 حنا كنخلصوا المحكمة من 2010 ديال المحكمة كنخلصوا عام بعام. أنا بخلص عام بقى كاع ما كملتش وتحكم عليا بالإكرام من 2010. وتسيد لنا الحال. السلام عليكم ورحمة الله يا خويا. يا هيا سامحة مولينا هو جاي وبارك مسكينة في البر داو انت وليداتها على الناس داو ليها على الناس اللي بيتهم باش يمشيو للتراب. الحمد لله الحمد لله. حيتي مع امر الله. امر الله كيتصرف. واه شوف اللي جات من عند الله مرحبا بها. اش خل حنا والله ما اش غنقول لك ما بقيناش شوف هالحالة توريك عرفتي دموع تاع الساكنة هادو هاد العيال هاد الهار امين دموعهم انا والله تتقل عليهم اللي غدا قدام الله. انا مي هو جارتنا هنايا كلاو داكشي قسم الله يلا مسكينة حيدت بيجامتها جار 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 وقتلو شي وحدة هنايا فين غنوليو هما فين غيوليو فين غيوليو في غيوليو. واش هذيك المرأة ما عندهاش ماشي عورة ما حشحشومة تعري المرأة ها ها المحكمة دارت ما بغات جيتي تدر جيتي وفي الليل كاين شي خدمة ديال الليل شي بالنهار ها بالنهار بنادم يشوف اش يدير كاينين حباب الله راه حنا من بات واحد الناس ولكن حنا كنا بالسكونة ديالنا شي عشة وديالي حرة فيها عيبي مستور هنا العيب كله خرج ما خلى ما نتفرج فينا اللي بغينا واللي ما يبغينا ولكن حشومه اليوم هاد الحال ملي تهضر مع باسم جلاله الملك هي جلاله الملك على راسنا وعينينا ولكن ما توسخوش ليه الصوره راه حنا هما الوجهه ديال المملكه المغربيه راه الفقير هو اللي هز اقتصاد البلاد راه خطاهم الفقير او خاص تكون عندك مع الملاير هزه لما استثمرتيهاش ما استثمرتيهاش في اليد العائمين لا الفقير بقات تو فلوسك تمايا راه عيب وعار. ما يستغلوش الناس الطبقه الفقيره باش يركبوا عليها الموجه باش يلا يطلعوهم اش فيها من باس جيت فاهم مع السكينه حنا بديورنا راه والدينا وجدودنا هما اللي حروا هاد البلاد الا ملي كانت المسيره وكان بنادم كيناضل من اجل الاستقرار شكون اللي كان الدرويش الفقير هو اللي هز البلاد على هاد لي بورجوا خرجت تحارب بلاد مرات جاع وتعرى وما خلى ما دار باش تحرات هاد البلاد وفي الاخر حنا يعفطوا علينا راه عيب شوخ دبانه عند العش ديالها فين كتمشي تبيت فيه الغابه فيها قانون ديالها كل شاد بلاصتو تفوت هذيك البلاصه الله يعاون ولكن باش يطرى لنا هاد المشكل بحال هكا راه حشومه ام عيالات كبار وحنين في لوضو وحنين في الصلاه مي كطمعوا لنا فيها والمحكمة دارت خدمتها شردات عباد الله خرجاتهم الزنقة وتجي القايد تجي المقدم البونيس واخا نكونوا ما عرفتش اش كنديروا راه حشمت واحد الكلمة نقولها راه بيوت ما عرفت كي دايرين كيمشيو كيدقوا عليهم عاد المجرمين القتالة ما كاين ما فيهم حتى كيدقوا عاد هادوك هجموا عليهم غيخافوا على حياتهم حنا مازين سلاح ما كانت عايروا معاهم حنا كنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل ديروا مع هاد الناس حنا حنا راه باركين هنا باركين هنا حنا دايرين النومه مع بعضياتنا اللي كيبات يومين هنا خريت تا هما كيمشيو يغسلوا حويجاتهم يصبنوا كلشي باش كيرجعوا تاني اما باش يجيو هما كيسحبوا العجاج خاويين لا راه عامري راه فيهم الناس رغم انهم حيدوا باقين مناضلين هنا مناضلين باركين هنايا بغاو يستثمروا بغاو يديروا حل جديد حنا معاه باش حنا وليداتنا يعيشوا ولكن ماشي على حساب صحتنا مرضونا في صحتنا لف مرضونا نفسيا صحيا ماديا كلشي وليدات اش من نفسيه القرايه اصلا القرايه معطله الاضرابات ها بوقليب لك حل عاد جانا ولادي بديتو ما تصاحب شي بات يلا كنديهم امي مريضه حتى هي السكر طاح وطيح لي كنقول لها امي عصبها غوتنا ما خلينا ما درنا وحشوم راه حشومه عيب
كطبق القانون، ما فهمش كيقراو القانون كيطبقوا عليك شي حاجه اخرى. واش حنا ماشي موقرينش؟ راه تدخل لجوجل يعطيك كل شيء، ولكن ما يستغلوش الضعف تاع الساكنه والظريفين. راه ما عندناش ماكريه لا قطاش خل والو، وكون كان بحال هكا راه ولكن الحمد لله تربيه حسنه كل شيء مزيان. هذا بقى فين فين هما اللي باغين يفطروا مساكن، كاين اللي باغي يمشي لخدمته، باغي خاص العيال الكبار يشربوا دواهم. الفقصه البارح الله يحفظه صافي يطيح علينا شي واحد، حنا كنخمو امهات ديالنا راه حنا هما العكاز ديالهم، كناضلو من اجلهم وما كاينش اللي التفت. اجي هز هز هز، حنا كناجدو السلطات، كناجدو الله سبحانه وتعالى. حنا بعد قضيتنا وكلناها الله سبحانه يتولاهم، لانه هو اللي كيحكم. المحكمه الالهيه راه ما كاينش بحالها، وعند الله نتلاقاو ان شاء الله. ولكن باش يديروا لنا هذه الحاله بحال هكا، ما فكروا راه المراه راه هي امك اختك بنتك حفيدتك، اما باش العيالات هكا مساكنين الله يبارك، هما اصلا مكرفسين ام السمره وعاد كملتي عريتيهم. اش درتو؟ اتقنتو عليكم؟ راه نعيشو نعيشو، بغينا الله التكرفيس نعيشو، ولكن باش العبد يزيد يضغط عليك. حنا مواطنين، حنا إذن حنا ماشي مغاربه، حنا ما كناش مغاربه ما معترفينش بينا. شوفوا ديروا شي حل، هجرونا صيفطونا حرقونا قتلونا، ما داروا لنا كون هداوهم شي دار العجازه ولا شي خيريه ولا تاش، خلاها حتى الحبس نمشيو نبركو فيه. راك بارك مستور سد عليك كتاكل داكشي اللي قسم الله. ما كاينش ما كاينش البديل، كون هاد الناس عندهم البديل ماذا بيهم. واش باغين هاد الشوهه؟ ها هي السيده مسكينه الفجر دابا كتصلي في الزنقه، على المراه مشروع لها تصلي في الزنقه يشوفها الغادي والبديل. ها ضحكوا فينا العديان، راه حنا هما حنا هما الصوره ديال المملكه المغربيه. اي شوف البلاد عندها العديان ديالها اللي كيبغيها واللي ما كيبغيهاش. دابا هما كيلوحوا هاد الشيء. اه شوفوا راه كاين برا كيجيو كيفرحوا للمغرب، غنمشيو لدار الكرم الضيافه الامن والسلام. اش من الامن؟ حنا ما لقيناش الامن في بلادنا، حنا حنا موالي الارض، حنا مغاربه. اذا واقيلا حنا ماشي مغارب. دابا تمشي للمقاطعه ولا تبغي شي وثيقه باش باش غتجيبها؟ فين كتسكن؟ اش نقول ليه؟ يلا مشيتي تخدم شي وقت بغيتي تقلب على راسك تجيب طرف الخبز يقولك جيبي لي هاد الوثيقه الفلان الفلان، عاد ما غنجيبها. ساكنه في الزنقه يقولك هذا شمكار ولا اش كيدير العم والله بيه. حتى واحد ما يرضى كاع يدخلنا حنا هكا في هاد الحاله. تمشي ضيف عند الوالدين امك تقول لك اه صافي ثلاث ايام سيري بنيتي لدارك، سيري وليدي هز ولادك وسير. هو فين؟ راه حشومه والله الا عيب وعار من الجانب ديال الله سبحانه وتعالى. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ينصرنا، الا عندنا شي حق ديالنا يعطيوه لينا. هو لا ما كيعطيوش، خاصك تاخذ وكطالب بحقك. كناشدو صاحب الجلاله والناس المسؤوله، رغم حنا كنا كناشدو العامل وقايد هاد يجي ازرنا ساعه جاو ازرونا وداروا معنا الواجب البارح بالليل بان العربون. وكنتمنى من الوالي ديال الدار البيضاء السن المهيديه يشوف هذا الشيء. حنا عارفين وغيجي العين السبع مشي تشن هاد الطريقه هذه، وحنا باركين هنايا. خاصو يجي يدير لنا شي حل، راه ما كاينش شي مشكل، لكل داء دواء. غير خاص القلوب اللي كتعرف الله وكتخاف كتخدم بضمير وبنزاهه تشوف الحل. هما يهضروا مع الملك الجديد، هما يهضروا معاه يجي يدير شي حل. راه ما يمكنش راه باص ليه غيحي مثلا حيدونا ما بقيناش. كيفاش عنده القلب؟ واش غيوصل لهذا الشيء اللي باغي يدير ولا ما يوصلش ليه؟ حنا بروسا اصحاب حق وكنطالبوا، واش غنوصلوا العمر باقي زي القدام باش غناخذوا؟ راه الامر بيد الله، راه ربي كيتحكم في اي حاجه. راه فرمشة عين كلشي يمكن ليه يتقلب. حنا كضعفاء فقراء كيقول لي السمطه كدور حدا عامل لبزي ملي يجيفك. اشحال من واحد كان راس ولا رجلين، وكاين اللي كيكون في الارض كيطلع كيبغي ربي طلعو.
وهاد مولي الراس الماليه واللي باغي نديرو يوم القيامه راه غيتسولوا على داك المال اللي عطاه الرزق فين استثمرو. استثمرو خاصو يديرو فيه الخيرات. انا غنضل نعطي الموعظه غيقولي استثمرتي شرتي عباد الله شرتي الاراميل شرتي وليدات صغار ولادنا ملي غيشوفوا هادشي فاش غيكبر اش غيدير سير بدا تقرا يقولك لا انا بارك في الزنقه علاش غنمشي نقرا اش من اش نعطيو اش من ظروف ما كاينش ظروف سدوا لنا الشهية على الماكل ما تينا باغين حتى حاجه شي شكون عندي عشاق طمعوا لينا فيها الميكا عباد الله الميكا ولكن باش تجيو تعري على العيالات جريه ما تجر حشومه كون اجاو بالنهار على الخدمه كاينه بالليل بالنهار يجي يقول لنا اش كاين راه عيب لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وما كاينش اللي كيأزرنا من غير جمعيه ديال السيد البرنوسي والصحافه مشكوره من هذا المنبر كتوصل الصوت ديالنا راه هما اللي لقينا فيهم الخير ومازال كنتأملوا الخير ان شاء الله في السلطه حنا من غير الله سبحانه وتعالى قضيتنا وكلناها الله هو اللي غيشوف فينا والناس اللي كتخدم بضمير وعندها غيره على هاد البلاد وكتنصف المظلوم واللي كيأدي الوظيفه ديالو بصدق وامانه وكيخاف الله سبحانه وتعالى هادشي اللي كنطلب وكاع اللي ناشدناهم وانا شدنا الوزارات صيفطونا لاكوزي كنتسناو الرد ديالهم نتمنى من الله يكون خير وصوتنا يوصل على اذاعه عبر نتمنوا خير ان شاء الله ونتمنى تكون حلول جذريه لهاد الاسر اللي هنا بالشارع كما كتشاهدوا الصوره تتكلم مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر مشاهدينا على امل ان نلقاكم في بث لاحق دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.